أهلا بكم في درس جديد من تعلم الخوارزميات وبناء المعطيات. نكمل معكم في الرسم العودي، ودرسنا لليوم يتعلق بمنحنيات هيلبرت هيلبرت كيرفز. تعود هذه المنحنيات إلى عالم الرياضيات الألماني ديفيد هيلبرت، حيث قام بوصفها على الشكل التالي: أقوم بالرسم بشكل مستمر ومتواصل ضمن حيز معين لملء هذا الحيز، وفي كل مرة وفي كل مستوى أقوم برسم الشكل المعين، والذي هو مربع مفتوح مكون من ثلاث أضلاع، وعند كل مستوى أحدد مراكز معينة والتي هي رؤوس الشكل في المستوى السابق، وأقوم بالرسم عندها مربعات ثلاثية الأضلاع بحجم أصغر. من ثم أقوم بوصل هذه المربعات بوصلات لالتحامها مع بعضها لتشكيل شكل موحد. مثالا بصري لتوحيد الفكرة، نقوم مثلا في المستوى الصفري المستوى الأولي برسم هذا الشكل عند المركز معين. كما نرى مربع مفتوح مكون من ثلاث أضلاع. بعدها في المستوى الذي يلي أحدد رؤوس هذا الشكل، وأرسم عند كل منها مربع مفتوح باتجاه معين بهذا الشكل. كما نرى في المستوى العلوي للمربعات اتجاههما نحو الداخل، بينما في المستوى السفلي المربعات المفتوحان اتجاههما نحو الأسفل. والوصلات في اللون الأسود تقوم بوصل هذه المربعات المفتوحة فيما بينها ليصبح الشكل في المحصلة في هذه الصورة، وهي تعتبر الباترن أو النقش الأساسي الذي أقوم بتكراره في المستويات التي تلي ذلك. فمثلا إذا انتقلنا إلى المستوى التالي، أقوم بنفس الطريقة بتحديد الرؤوس، وعندها سوف أقوم برسم مربعات مفتوحة بحجم أصغر بهذا الشكل. إذا دققنا النظر نرى أنه أقوم برسم نفس الباترن نفس النقش في المستوى الأول، ولكن باتجاهات مختلفة، وتصبح في المحصلة بهذا الشكل. وكلما انتقلت في مستويات أكثر تعقيدا، كلما أصبح الشكل معقدا أكثر مع تفاصيل إضافية. فلننتقل الآن لتوضيح جهة الرسم. كما نرى في المستوى الأولي الصفري أرسم هذا الشكل البسيط، وضمنه ضمن هذا الحيز أقوم بملئه كلما انتقلت إلى مستويات أكثر تعقيدا كما نرى هنا. وفي المستوى الثاني أملأ الفراغ أكثر، وجهة الرسم في المستوى الصفري نحو اليمين، وفي المستوى الأولي جهتان نحو اليمين وجهتان متقابلتان نحو الداخل، وأقوم بتكرار هذه الجهة في المستويات اللاحقة. فكما نرى في المستوى الثاني أقوم برسم نفس الشكل في المستوى الأول مرتان نحو الأمام ومرتان بجهتان متقابلتان نحو الداخل، وأكرر هذه العملية كلما انتقلت إلى مستوى أكثر تعقيدا وأملأ الفراغ كما نرى أمامنا. أما بالنسبة لخوارزمية هذه المنحنيات، فسوف نقوم برسم الباترن النقش التالي. ونبدأ باسم الخوارزمية مع إحداثيات المركز والليفل المستوى الذي أود الرسم عنده. تحتوي هذه الخوارزمية على الشروط والأوامر التالية: أبدأ أولا بتحديد المستوى، إذا كان أكبر أو يساوي الصفر أقوم بما يلي: أولا أقوم برسم المربع الأولي المربع المفتوح الأولي والذي يتجه نحو الداخل، ثم أقوم برسم الوصلة الأفقية، بعدها أقوم برسم المربع المفتوح الذي يتجه نحو اليمين، وأقوم برسم الوصلة الشاقولية، ثم نفس الشكل اتجاهه نحو اليمين ولكن في القسم السفلي، ثم وصلة أفقية ولكن باتجاه اليسار فهي سالبة، وأخيرا أقوم برسم الشكل نحو الداخل في القسم السفلي. قد يسأل أحدكم، هذه الاستدعاءات تمثل قسمة من الخوارزمية إلى جانب رسم الوصلة، ولكن أين خوارزمية رسم الشكل في ذاته، رسم المربع المفتوح؟ في الواقع قمنا هنا بتحديد الشرط الليفل يساوي الصفر أيضا، وذلك لجعل الاستدعاءات
في الدرو ريليتيفز هذه التوابع في رسم الوصلات، تقوم أيضا رسم المربعات المفتوحة. كيف ذلك؟ أولا لنرى المربع المفتوح يمتلك 3 أضلاع، وهنا عدد الوصلات أيضا 3، وجهة الرسم تتحدد بإحداثيات الإدخال. فمثلا إذا قلنا أريد رسم هذا الشكل في المستوى الصفري، وأدخل إحداثيات الرسم في المركز، عندها أقوم بالاستدعاء العودي وأذهب إلى هذا التابع، هنا أرسم قطعة أفقية، ولكنني بما أنني أدخلتها بشكل مقلوب هنا، فسوف تتحول هذه إلى YX بدلا من XY خلال الاستدعاء، وبدلا من قطعة أفقية سوف تصبح شاقولية، وسوف أرسم أول ضلع من هذا المربع المفتوح. بعدها سوف أنتقل لهذا الاستدعاء العودي، سوف أقوم باستدعائها عند الليفل ناقص 1، وعندها لن أدخل لأنها غير محققة للشرط، وسوف أستمر هنا. هنا لدي الإحداثيات YX لرسم قطعة شاقولية، ولكنني بما أنه أدخلت الإحداثيات بشكل معاكس فسوف تصبح XY، وسوف يرسم قطعة أفقية والتي تعبر عن القسم الثاني من هذا المربع المفتوح، وهنا أيضا سوف يتجاوز هذه لأن الليفل الخاص بها ناقص 1، وهنا أيضا سوف يرسم قطعة شاقولية بدلا من أفقية بعد تبديل الإحداثيات. بما أنه سالبة فسوف ينتقل بالاتجاه المعاكس، أي بدلا من الأسفل إلى الأعلى من الأعلى إلى الأسفل. نتكلم هنا عن الإحداثيات الديكارتية دون الإحداثيات البرمجية، فكما نعلم في الإحداثيات الديكارتية الجهة الموجبة إلى اليمين في المستوى الأفقي وإلى الأعلى في المستوى الشاقولي، بينما في الإحداثيات البرمجية فالقيمة الموجبة في المستوى الأفقي هي نحو اليمين، ولكن في المحور الشاقولي هي نحو الأسفل ليست نحو الأعلى، لذلك يجب الانتباه إلى هذه الحالة عند الرسم وعند البرمجة. وأخيرا أقوم بالاستدعاء العودي هنا ولا أحتاجه، فقمت بالمحصلة برسم هذه القطعة في النهاية، وهذه هي الخوارزمية كاملة. أما بالنسبة للتعقيد الخاص بها فبشكل مشابه لما رأيناه في الخوارزميات السابقة، أقوم برسم 4 مرات عند 4 رؤوس، فإذا بدأت عند المستوى الثاني أقوم بالاستدعاء 4 مرات، وأيضا هنا بما أنها أكبر من الصفر فأقوم بالرسم 4 مرات عندها. عند المستوى الصفر رأينا أنني أدخل في الشروط ولكن لا أقوم بالاستدعاء العودي، فأقوم فقط بالرسم، لذلك أتوقف هنا، وهي من تعقيد 4 أسئن كما رأينا، وتصبح بطيئة عند زيادة المستويات. هذا بالمختصر خوارزمية ومنحنيات هيلبرت في الرسم العودي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لليوم. أرجو أن يكون الدرس قد نال إعجابكم وأن تكون جزئياته مشروحة بشكل كامل. شكرا لكم لحسن استماعكم، وألقاكم في الدرس القادم. سلام.